لطالما ارتبطت الظواهر الغريبة المتعلقة بالقمر وتحديداً القمر الدموي بحوادث وخيمة قد تحصل على الأرض، وبدلالات على تغييرات كبيرة كسقوط دول وإمبراطوريات وتبدل عصر بآخر. وهذا ما آمن به المتدينون المنتمون إلى الديانات السماوية الثلاث، كالمسلمون الذين يعتبرون أن القمر هو آية من آيات الله وفقاً للقرآن الكريم، ويعتبر اليهود أكثر من يؤمن بهذه الظواهر، وتحديداً بظاهرة الأقمار الدموية الأربعة التي حدثت مرات عدة تاريخياً ولها دلالات تتعلق بمستقبلهم. حتى أن القس الأمريكي الشهير جون هيجي ألف كتاباً باسم الأقمار الدموية الأربعة شيء ما سيتغير، تحدث فيه عن الظاهرة بالاستناد إلى توثيقات من وكالة ناسا. فالظاهرة حصلت في القرن الخامس عشر عندما طرد اليهود من إسبانيا إلى الدولة العثمانية، وعام 1948 بعد الإعلان عن تأسيس دولة إسرائيل، وعام 1967 خلال حرب الأيام الستة التي انتهت باحتلال القدس وسيناء، كما حدثت في العامين 2014 و2015 التي ترافقت أيضاً مع أعياد يهودية. ولكن هل تعلمون أن ظاهرة الأقمار الدموية الأربعة ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية قبل وبعد عملية طوفان الأقصى، ومن دون أن يتطرق لهذه الظاهرة أحد في الإعلام؟ في 21 أيلول الماضي وتحديداً ليلة الجمعة ظهر في سماء لبنان والمنطقة القمر الدموي الأول، ليظهر على نفس الحال في الليلة الثانية وكذلك الثالثة. أما المرة الرابعة فظهر القمر الدموي ليلة السبت بعد أسبوع من عملية طوفان الأقصى. فماذا يقول الكتاب المقدس عن هذه الظاهرة؟ ورد في سفر يوئيل ما يلي: تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم المخوف. وجاء في سفر أعمال الرسل ما يلي: تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير. أي أنه وفقا للكتاب المقدس فإن هذه الظاهرة تعد ظاهرة دينية ومرتبطة بمستقبل اليهود. أما تاريخياً فشهد الصليبيون خلال الحملة الصليبية الأولى على القمر الدموي بمجرد اقترابهم من القدس، وذلك وفقاً للمؤرخ ألبرت آخن الذي ولد في القرن الحادي عشر. وظهر القمر الدموي أيضاً في العام 1453 في الليلة التي سبقت سقوط القسطنطينية والإمبراطورية البيزنطية بيد السلطان العثماني محمد الفاتح، ليبدأ بعد ذلك نجم الدولة العثمانية في السطوع. وأنتم هل تعتقدون أن هذه الظاهرة هي نذير شؤم على إسرائيل أو مجرد ظاهرة كونية علمية؟ شاركونا تعليقاتكم.